دلوقتي تعالوا نتابع أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة، ونتابع أيضا أهم المباريات اللي هتتلعب في إطار الجولة الأولى في دور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيتم إطلاق مشروع مهني 2030 تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وهينعقد المؤتمر الأول للتدريب المهني في الساعة 10 صباحاً بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة وحضور عدد من الوزراء ونواب في مجلسي النواب والشيوخ وممثلي منظمات عربية ودولية وأصحاب أعمال وعمال. المؤتمر هيناقش قضايا وسياسات التدريب المهني في مصر، اللي هيكون فرصة للنقاش بين المسؤولين الحكوميين المعنيين بالتدريب المهني والتعليم الفني والتقني، مع مشاركة رؤى ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، فضلاً عن بناء شراكات فاعلة بين الهيئات التدريبية المعنية في تطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، بما ينعكس إيجاباً على مستقبل العمل في مصر. النهاردة هيقام حفل توزيع جوائز الآمي 75 بعد تأخير دام 4 شهور، وبيتم الاحتفاء بأفضل المسلسلات التلفزيونية بعد نصف عام من إعلان الترشيحات في شهر يوليو من العام الماضي 2023. بيقام حفل توزيع جوائز آمي للفنون الإبداعية 75 في مسرح بيكوك في وسط مدينة لوس أنجلوس بكاليفورنيا، وهيستضيف الممثل العالمي أنتوني أندرسون. النهاردة لعشاء الكرة الإفريقية موعدهم مع 3 مباريات قوية في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية. هيلتقي منتخب السنغال مع منتخب غامبيا في تمام الساعة 4 عصراً، وفي 7 مساءً هيلتقي منتخب الكاميرون مع منتخب غينيا. 10 بالليل هيلتقي منتخب الجزائر مع منتخب أنغولا. النهاردة لعشاء الكرة الأسيوية موعدهم مع 3 مباريات قوية في إطار دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأسيوية. هيلتقي منتخب كوريا الجنوبية مع منتخب البحرين الساعة 1:30 الظهر. الساعة 4:30 العصر هيلتقي منتخب إندونيسيا مع منتخب العراق. و7:30 بالليل هيلتقي منتخب ماليزيا مع منتخب الأردن.